Okay.
DeFi out by DeFi. Minus DeFi out by DeFi. DeFi in by DeFi is DeFi out by DeFi. Huh? DeFi in by DeFi is the volume. The factor is phase away. Well, fitness. Basically, it's a high level. The fish is not, but what we can do is okay. Our omega input minus omega output is zero. And in fact, around zero over frequency. And basically, the condition that the only in the value frequency, the only input output over the zero. And the small in the frequency, that's the small in the frequency of the phase. That's the level of the value of the seven, the large. Whereas the other applications, the value that coming in the very small. And because of the other, very, very small, they can do the same work. Yeah.
هو لو ما طلعش الفريكوينسي اللي انا عايزها اه 900 ميجا اللي ما طلعش غير 10 ميجا اتس فيري اكسبنسيف ما ينفعش تستخدمه كده على بعض الاطفال اوكي. ثانيا ايه بقى الكلام اللي محتاجه في اللغه الاصليه مش موجوده البروجرام برافو عليك هل دي بروجرام تقول لك عليها 10 لا هي ما طلعش 10 ميجا وبس صح هي باي ديفينشن بتتاكد ما طلعش غير ايه وان سنجل فريكوينسي اتس نوت بروجرام اوكي ما طلعش استخدمها هنا ايه طالع هنعمل ايه بقى هنستخدم بقى الريفرنس ده عشان نشغل دي ايه ابروجرامبل ان ذا هاير فريكوانسي من ايه؟ من لوكال سيرفر ازاي بقى؟ خلينا نقول نعمل التلاوج هنا في ابل بيساوي في ايه؟ صح؟ ده بيتراك اول ما نخلي في ابل فيرجن تاني هو اللي بيتراك بس اكبر من ايه؟ ثلاث مرات تاني اربع مرات يعني ممكن اعمل ايدنتيفيكيشن ممكن ازاي؟ ايه اللي حصل؟ 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 دي اول مش هيطلع تساوي مين؟ مين اللي هيطلع؟ في انبوت هيطلع تساوي بيتا بيتا دي اول هيطلع ايه؟ هيطلع في انبوت او بمعنى اخر ان دي اول هيطلع تساوي ايه؟ وده هو بيتا دي اصغر من واحد يعني لو حطيت هنا في داك فاكتور لازم المهم معناها ان دي اول هيحصل ايه؟ هيطلع صح؟ بس هل هو ستيل اكل ولا مش هيطلع؟ لكن البيت دي اسمها ايه يا جماعه ما حطيتش ايه الامبلمنتيشن بقى بتاع بيت اعمل ايه عشان انا عايز اخد جزء من الاب مش كله اعمل ايه دي اللي هعمل ريزيستور دي بقى هنعمل اهو دي تو ريزيستور حطيت هنا ار 2 ار 1 بعد كده البيت اتساب كام؟ الامبلمنتيشن دي بقى ما خدتش الاب بتوعي عايز ار 1 ار 1 زي ايه؟ وبالتالي كان في اول بيساوي 1 بلس واحد على جيت بدي حتتين 1 بلس ار 2 اوفر ار 1 اوفر 3 الاب ستيل تراكنج ذا انبوت وهل هو ستيل اكيد ولا لا؟ هل الجيم دلوقتي في فاريشنز؟ فورشنز في هاف الجيم ده ايه هو؟ ريشيو بتوين ار 2 اوفر ار 1 اني تايم يو سي ريشيو يعني في هاف لان ده معناه ان لو ار 2 غيرت ار 2 وقت اللي انا هتغير بس مين كمان هتغير؟ ار 1 وبالتالي الريشيو بتاع ايه؟ ثابت ليس كان ليس فاليو ليس فاليو ايه؟ ليس فاليو كام؟ طب ممكن نعمل اوتبوت بيتراك الانبوت بس سكيلينج فاكتور مش لازم يبقى ايه؟ مش لازم يبقى مثال الاخر بالظبط ممكن يبقى ايه؟ طيب نعمله ازاي بقى في البي ال ال ده؟ اللي هو بيطلع فريكونسي وفيها فيز تاكت عشان يعمل فيز كومباريزون والتاكت
الفيزيكال ده بيكمبير 5 على 5 انبوت مع ايه؟ اعمل ايه عشان اعمل برضه نفس الحركه اللي عملتها دي؟ اعمل ايه عشان اعمل سكيل؟ يعني انا كنت واخد السيجنال دي كلها بي سي او واخد الفريكونسي دي بي سي او ده طلع فريكونسي معين صح؟ واخد الفريكونسي دي كلها عملها كومباري كومباري ده زي ما قلت كده شويه هو ريبريزنت بايه؟ بديفرنس اعمل ايه دلوقتي عشان يبقى دي مش زي بعض؟ اعمل حاجه في الفيدباك صح؟ احط هنا فيدباك فاكتور احط فيدباك فاكتور زي ما حطيت هنا الداتا دي اللي هي التو زيتو بس هنا انا عايز اعمل بقى ايه؟ سكيلنج ايه؟ هنا كنت حاطط التو زيتو لاني عايز اعمل سكيلنج في الفولتج هنا انا عايز اعمل سكيلنج ايه؟ الفريكونسي البيز او الفريكونسي هنحط هنا ايه بقى؟ بس هي عايز سكيلنج الفريكونسي يعني دي طالعه هنا اوميجا اوتبوت لو قلنا في فرق في اوريدي ريليشن ما بين الفيز وال احط ايه بقى عشان اعمل سكيلنج الفريكونسي؟ فريكونسي مالتيبلاي انا عايز اعمل انا عايز اعلي الفريكونسي ولا عايز انا عايز احط هنا فيدباك فاكتور ده انا هنا كده ايه ده؟ اصلا واحد مش الفاكتور ده بيطلع واحد عليه عشان يطلع ده اكبر لازم الداتا دي تبقى لازم ان انا اعمل ايه بقى؟ فريكونسي بقى اعمل هنا فريكونسي ديفايد اقسم هنا الفريكونسي دي على كام؟ ازاي اعمل بقى فريكونسي ديفايد؟ حاجه صعبه دي ولا سهله؟ ازاي اقسم الفيلم على اثنين؟ ايه اللي انت محتاج عشان تقسم الفيلم على اثنين؟ وان فليب فلوب صح؟ انا عندي دي فليب فلوب صح؟ انا خدت اليو بتاعت الفليب فلوب دي دخلتها على الدي فهيبقى ديفايد باي 2 صح؟ الديفايد باي 2 ده 3 اديشنال ده حاجه ديجيتال طبعا شويه فليب فلوبس او المور جنرال كيس بتاعته نلاقي ايه؟ كاونتر طب انا عملت كاونتر كده بنسميه مودولس ام دي وده بنسميه مودولس كاونتر مودولس واي زي سمبل انا قاسم الكلوك على اثنين دي ده وان في كلوك عايز اسمع ثلاثه وعايز اسمع اربعه مين بقى اللي لازم تساوي بعض يا جماعه؟ او اوميجا اوت بتساوي ايه؟ عايز 900 واحد صح؟ بس كده عايز 900.2 كمان عايزين نمشي 200 200 ستيب
Bienvenido. زي جبت صغير خمسة بلد. عندي حل من حلين. الحل الأول أنا حل دي بدل ما أسمع على 90 أسمع على كم؟ هل ممكن أسمع على 90 ونص؟ هل ممكن أعمل ديفايد بيسمع على ولا 90 ولا بيسمع على 90 ونص؟ اللي هو ماشي فروم ديجيتال بوينت اوف فيو كان يو ذات فممكن الديفايد ده يبقى عندي فراكشن doesn't have to be ايه؟ doesn't have to be integer هات لي نوعين من الكي ال ده في نوعين اللي احنا عندنا اسمه integer كي ال في نوع تاني اسمه fractional كي ال اعتقد ده شكل معين احنا عملناه في الكتاب وده شكل تاني في شكل في الكتاب على حاجه اسمها fractional كي ال fractional كي ال نوعين divide ratio is a fraction ممكن الديفايد ريشيو ده يبقى 900 سوري 90.1 كونسبشن كده يعني نعمل ايه؟ ازاي اسمع 90 ونص؟ لو انا بعرف اقسم على 90 وبعرف اقسم على 91 ازاي اسمع 90 ونص؟ بيزيكالي قلنا اقسم شويه من الوقت اسمع 90 نص الوقت بقسم على 90 ونص الوقت بقسم على 91 يبقى انا جاي بعمل كده قلنا افريج بقسم على 90 basically this is on the average اقدر اقسم على 2 integers يبقى انا كده كاني بجيب حاجه لو قسمت 10% من الوقت على 90 و90% من الوقت بقسم على 94 يبقى انا بقسم على ايه؟ 90.9 صح؟ 90.1 مثلا انا قاسم 100 فاكهه. This can be done from a digital point of view, implementation point of view, we can do this. ده option. ايه option التاني بقى؟ ايه اللي ممكن اغيره غير ان انا اغير غير مش همشي steps, final steps. احنا ايه اللي خلانا ما بمشي ستيبس 10 يعني 900 910 920 10 ميجا هرتز بقيت 10 ميجا هرتز دي 1 ميجا هرتز الستيب ده كانت كام؟ 80 مش 1 لو خليتها 200 كيلو هرتز الستيب ده كانت 200 كيلو هرتز اختار 10 اختار 200 ولا اختار 1 وشوف كل شويه بس يعني يو كان تشوز يو هاف تو تشوز انت يمين تشوز ازاي تختار مكان ويو نيد تو ديزاين يور كام معاك الاثنين دول ممكن تمشي بالستيب اللي انت عايزها ممكن اتحكم في الستيب اتحكم في الرينج اللي هو من 900 ل 920 وكمان اعمل فريكونسي ايه؟ فريكونسي مالتيبليكيشن الفكره اللي هو ايه؟ بيوزنج البي ال ام كده عرفت اعمل كل حاجه بس انا لازم ابقى اكل في الكتاب الكريستال على كده عشان مش عارف اعمل لها بروجرامنج صح؟ كريستال؟ اه يقول لك كريستال باي ديفولت هي اكل ايوه لا قصدي يعني ان انا اختار حاجه معينه من كريستال عشان مش عارف اعمل لها لا هي بحاجه واحده بس اختار 10 معينه غيرت اللي هي واحد بعد كده هي كريستال هي بتتغير الفريكونسي بسبب بس انا وانز ان انا حطيتها بناء عليها اختار مين بقى؟ ام صح؟ لو اخترت دي 10 ميجا هختار ام ب 90 لو اخترت ام لو اخترت دي ب 1 ميجا ام هتبقى كام؟ 900 صح؟ ماشي اكوردنج تو الريفرنس هتختار ام بقى لو انت بتختار الام دي انتجرز صح؟ هتمشي في الستيب ده يعني لو الام دي بتتغير 90 91 92 الستيب بتاعتك بكام؟ ال 10 ميجا صح؟ لو انت بتختار ام دي لو انت بتختار بقى ام فراكشن يعني بدل ما هي 90 خطوه بقى 90.1 لو بقت 90.1 بقت الستيب بتاعتك بكام؟ 1 ميجا بس يو كان دو ذس بس ساعتها بقى هتعمل فراكشن تاني فكره بقى عن موضوع الفريكونسي مودفيكيشن دي بقى كده قدرت باستخدام كريستال عند لو فريكونسي قدرت اطلع ماتش هاي فريكونسي اللي هي عند الفريكونسي مودفيكيشن ويز ا فيري اكيوريت ليه فيري اكيوريت؟ لان انا مستخدم فيري اكيوريت كريستال مش بس كده كمان ممكن اطلع اللي هو عندي على الشيب دي اكتر من بي ال ال او اكتر من فريكونسي ممكن كلهم استخدمهم ايه؟ نفس الكريستال نيد اونلي وان كريستال او وان اكيوريت فريكونسي وممكن اعمل اكتر من ايه؟
دي ادفانتجز للجيمنج. هنشوف حاجات تانية بس ان شاء الله قريب. Which means, for example, زي ما بقول كل واحد يعني لو جبت تي دي ب 1 بليون
هي الكابيتال تي الداتا بقى على الورق ده 2 بار الداتا تي دي نص بيريود الداتا بقى على الورق ربع بيريود فيزيكال التايم بيتحول ل فرق الفيز او فرق التايم او فرق الفيز عن طريق ايه؟ سلوب فريكونس اللي هي 2 باي اوفر ده شكل الفيز ده اكزامبل فيه لو عندي اف اس كي سيجنال اف اس كي سيجنال يعني فيها ايه؟ فيها 2 فريكونس في شكل الفيز بتاعها دايما اذا كان في تو ستوب في ستوب في الاول احنا الفريكونس القليله في ستوب غير الفريكونس ده الفيز هيكمل طبعا دايما الفيز هو خط مستقيم تاني يزيد ايه بس الخط المستقيم ده هيحصل ايه؟ الستوب بتاعه هيزيد ده شكل الفيز برضه بنقدر يعني برامج بنستخدمه بعد كده حاجه اسمها الاكسس فيز عايزين نشوف ده ايه أو ديسكال ¡Vamos!
هنثبت دلوقتي ان يو كان دو فيز ديتكشن يوزنج ايه؟ ان اكس فور جيت. اكس فور جيت صح؟ انا عندي اكس فور جيت. This is a very simple فيز ديتكشن. خلينا نقول مثلا انا عندي تو سيكونس اللي هو في 1 وفي 2 دول عايزين نثبت دلوقتي ان ده فيز ديتكشن صح؟ فاحنا دلوقتي ان الفرق الفيز ما بين التو سيكونس دول بيتغير واشوف الاوت تشيك وين. والله لو الاوت ده بيتغير الاوت بتاع الاكس او ده بيتغير مع الفرق الفيز اللي بيسميه ايه؟ الديفرنس فيز. انا عايز الريت فاي انبوت احنا سميناه فاي ايرور. انا عايز الريت فاي انبوت ماينس فاي اوت احنا بنسميه ممكن نسميه برضه ايه؟ دلتا فاي صح؟ الاكس او دي المفروض انها تتاكد دلتا فاي. فانا حطيت دلوقتي التو سيجنالز دول الفرق الفيز ما بينهم زيرو. يعني ايه فرق الفيز زيرو؟ يعني اماكن الزيرو كوزنز بالظبط زي قدام اي شارت صح؟ مفيش اي فرق الفيز اللي ماشيين مع ايه؟ من نفس النقطه. لو دخلتهم على الاكس هو ايه اللي هيطلع؟ عم اكس واي تو سيجنالز دول هم اصلا. دايما ايه كويس؟ يعني الاكس واي هيطلع على ايه؟ زيرو على طول صح؟ بيزيكالي لو انا درست كده يا جماعه انا درس الدلتا فاي ها وهنا هرسم الاكس اوتبوت اللي هو فاضل ها هيبقى الاوتبوت عند الدلتا فاي بزيرو الاوتبوت بيساوي كام؟ زيرو صح كده؟ لو الدلتا فاي بقى بيساوي 5 اوفر 2 يعني ايه؟ يعني ايه بقى الفيزا 5 اوفر 2 هنا 5 اوفر 2 دي؟ يبقى في 1 كوارتر بروك سايكل صح؟ حصل شيفت يعني بيقول ايه؟ حصل شيفت ربع سايكل صح؟ ربع سايكل ده تي اوفر 4 يبتدي من ايه؟ الدلتا باي يساوي 5 اوفر 2. الاوتبوت بتاع اكس هو هيطلع شكله ايه؟ من الفوكس كلهم من التو سيجنالز دول صح؟ التو سيجنالز دول لو كانوا عكس بعض هيطلع الاوتبوت 1 ولو زي بعض يزيد هيطلع الاوتبوت بزيرو. فايه اللي هيطلع بقى لو 5 اوفر 2؟ هيبقى انا اطلب نص الوقت 1 ونص الوقت ايه؟ يزيد يزيد صح كده؟ ده هيبقى شكل الاكس لو التو سيجنالز دلتا باي بقى باي باي ده ايه؟ نص الوقت صح؟ في شيفت نص سايكل نص سايكل يعني كان ايه؟ السيجنال يتعكس صح؟ 1 الى 1 الى 0 وفايس فايس طب زيرو زيرو دايما لو دلتا باي بقى باي او هيطلع ب 1 على طول اه ب 1 او ريسك هيطلع ب ايه؟ 1 ب في ما انا ما عملتش ليه بقى عند باي المفروض عند باي باي بقى احط هنا ايه بقى؟ نقول عند زيرو ب زيرو اه وعند باي طلع ب في دي على طول طب عند نقطه النص دي احط ايه؟ ماشي في الاول بيتغير شوية من الوقت بين دي ونص وقت بين دي ونص وقت ايه؟ سيجنال. انا هعمل ايه بقى؟ انا هاخد الافرج بتاع السيجنال. انا هاخد اكس اوتبوت هحط عليها الشطر اللي فوق، الشطر دي انا عملت ايه؟ اخدت الافرج. الافرج يطلع مكان بقى؟ نص بين دي صح؟ اذا كان الافرج هي نص وقت زيرو نص وقت بين دي يعني الافرج هيطلع ايه؟ هيطلع بين دي على 2 في الحقيقه لا يزال بروفيت في النص هيطلع ايه؟ كل ما زود دلتا باي ده هيطلع يا جماعه هيطلع خط مستقيم. زودي دلتا باي الافرج اقل الافرج لما دلتا باي دي زادت شويه هلاقي ان الوقت الام تايم اللي هو الاب فيه هاي بيزيد كل شويه بيزيد 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 لغايه ما يوصل للايه؟ بي دي دي على 2 وبعد كده هيوصل للايه؟ بي دي دي. طيب لو عايزين بقى نكمل الكيرف ده احنا هنسيب دلتا فاي اللي هو الفرق في الفيز ده انا عايز اعمل ريفليكشن فيرسس الاوتبوت والاوتبوت هنا هنحطه لازم ناخده الايه؟ هناخده الافرج
وبين اكس اوت. ازاي بقى ناخد اللعبه دي؟ مثلا محتاج اخبر الهارد بتاع الاكس اوت اعمل له افريج. يعني اعمل له افريج ايه بيعمل افريج؟ فين اكس اوت بار اللي انا بسيبها دي؟ هو ده الايرور صح؟ طالع بالاكس او ده بالذكر هو ده الايرور. قبل ما اختار بقى بي سي او لازم اخد الافرج بتاعي. مين اللي خد الافرج هنا؟ قول له فلتر. ماشي الفلتر ده از تيكينج ذا افرج هو اللي بيعمل افرج. اوكي؟ ذيس از ذيس سيمبل في الحاله دي ان هو فلتر ده عباره عن بي سيمبل فارس فلتر. هل الفلتر هو بياخد الافرج؟ بياخد الافرج عن انهي جزء في السيجن يعني؟ هيعمل السيجن دي هي طالعه من نص نص كورتي دي نص كورتي سي دي دي شكلها ايه يا جماعه في الاسبكتر؟ يعني عارفين بس شكلها ايه؟ طب يلا قول لي الاسبكتر بتاع السيجن اللي طالعه من الجزء ده شكله ايه؟ سي ايه الفريكونسي كومبونس بتاعتها؟ بتبقى سيجن كده؟ هي ده الفريكونسي كونتنت فين مثلا السيجن؟ هي كانت السيجن ليها دي سي من الاول ولا ليها دي سي صح؟ عند زي ما هو ده اللي انا عايزه هو ده السيجن اللي انا عايزه عايز اخد بي سي الافرج ده انا عايز اخد ايه؟ الدي سي ده الفريكونسي بتاعت السيجنال دي ايه علاقتها بالفريكونسي اللي فوق؟ طبعا 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 انا مرتبط ان السيجنال اللي فوق اسمها اف ريفرنس السيجنال اللي تحت دي ليها ايه؟ 2 F reference, 4 F reference, نصور هي كل الباراميترز بتاعت الايه؟ F reference. ازاي بقى اخد الدي سي بس؟ انا عايز الافرج، عايز الافرج يعني عايز اعمل كونتنت معاهم. عايز الدي سي بس، لازم اعمل ايه؟ لازم اشيل كل دول يعني الدي سي ده هعمل ايه؟ هعمل لو باس فلتر. اللو باس فلتر ده عشان يبقى معمول صح؟ لازم الباند مستوعب فين؟ اصغر بكتير من الفريكونسي صح؟ نشيل دول لازم الفانكوينس بتاع الفلتر ده اللي هو بيساوي كام الفانكوينس؟ ماشي وهنتكلم بعد كده الفانكوينس ده هيأثر في ايه تاني؟ في اسم وات وي نو تو داي ان انا الفلتر ده احطه ايه؟ في اللوب يعني. اللوب فلتر ده يا جماعه ده بياخد الدي سي او بياخد الافرج بتاع الايرور سيجنال اللي طالع من الايه؟ من الفيس ديتكتور والمفروض ان انا اختار الفانكوينس ده صح؟ يعني ايه صح؟ يعني لازم اختار الفانكوينس ده اصغر بكتير من الايه؟ من الاف ريفرنس. انا لو حاطط مثلا الريفرنس ده زي ما بنصلي احنا نديله شويه 10 ميجا بختار اليوم فلتر ده مثلا كام؟ 1 ميجا مثلا. اوكي؟ ستوبنج بوينت 10 تايمز ليس ذان الايه؟ ذان الريفرنس. عشان اشيل كل الايه؟ عشان اشيل كل الهرمونات دي ما يتكلمش بس غير الافرج او الدي سي. طيب اي ده بس بريك ريشن نيد تو ديفاين شويه حاجات كده نستخدمها برضه. اول حاجه محتاجه ديفاين هل الفيس تاكل ده لينير واشوف ايه اللينير رينج بتاعه وكمان الجيم بتاع ايه الجيم بتاع الفيس تاكل. طيب وانا حد يقول لي الفيس تاكل ده لينير في انهي رينج؟ انهي رينج اوف فيس؟ ثلاثة بار. بيزيكال هشوف ده لينير في ان، ماشي هو لينير من 0 لباي، فلو هو لينير هنا هو برضه لينير بس ايه؟ بس الستور لايف انا عايز لينير بنفس الايه؟ بنفس الجين وبنفس الستور، هو لينير من 0 لباي. انا كان نفسي لينير من كام لكام؟ مش من 0 لباي، لو لينير من 0 لباي احسن حاجة ممكن اعملها. في اكزامبل حاطط عندكم في الشيت ده من 0 لباي وممكن في اكزامبل ثاني يبقى اصغر بكتير من الايه ممكن يبقى ليه في سبيكتور لينير مثلا حوالين 0 بس من فيري سمول ايه رينج طبعا كل ما يبقى لينير رينج اكبر بقى ايه من المصلحه. طيب والجين؟ ماشي الجين اللي هو الصوت اللي هو الاوتبوت بيساوي كام؟ الاوتبوت هنا هو الافرج مقسوم على الايه؟ اللي هو في الحاله دي بيجيب لي ايه؟ برضه هل انا عايز الجين ده كبير ولا صغير ولا لا؟ يعني مستخدم هو ايه؟
زيرو. ممكن ما اقدرش اعمل ديتكشن لو حطيت الفلتر. مش دي سي بوت بوينت مش هو في سي ده صح؟ مش هو بيحط على دي دي سي ده عايز اقوله شويه هو بيحط عليه. هو بيزيكالي ده جزء من معادلات المراجعه ده جزء من اللوب جين مش هو اللي هيحسب لوب جين؟ اه واللوب جين ده عامل ايه؟ عايزه كبير اكبر بكتير من عايزه كبير جدا كل ما اللوب جين يزيد ده من مصلحته واشوف المراجعه جزء من اللوب جين هو الجين بتاع الجزء ده. في انذر problem في الفيس تاكو ده اول حاجه باي ذا واي ممكن حد عشان يكمل بقيه الرسمه دي دي برضه جزء من لو عملنا الفيس يا جماعه الفيس ممكن يبقى بوستيف ده كمان ممكن يبقى بوستيف وممكن تبقى ايه كمان يبقى نيجاتيف صح دي نيجاتيف ده باي ذا واي كمان معايا بس ممكن في 1 دي تبقى هي الاول او في 2 جاي الاول بس ده ممكن الفيس ده يبقى نيجاتيف عشان كان بروف برضه انت عايز تعمل اكس بسرعه ان لو الفيس ده يبقى نيجاتيف برضه بوكس ايه عايزين لغايه ما يوصل للتين في دي عند ايه؟ عند ماينس 4. في مشكلتين بقى او في مشكله الاول خلينا نتكلم عن المشكله الاساسيه في مشكله بقى عند الباي ما كانش سيميلر يعني بس نتكلم عن الباي يعني في نعم ما هي دي مشكلة؟ دي مشكلة الناس حاولها دلوقتي. كانت دي عند الباي هنا في مشكلة صح؟ يعني لو عند أي دلتا باي في النص اللي كانت أوبريت أو النوت مش بتظبط لكن عند الباي زي ما السؤال بتاع الجونز كده عند الباي النوت هتتظبط والنوت دي ممكن يحصل فيها مشكلة كده. إيه المشكلة اللي ممكن تحصل عند الباي؟ إيه 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 distinct property عند الباي؟ أنت شايف؟ ايه اللي حصل للجين عند النقطة دي؟ عند الباي ايه اللي حصل للجين؟ عكس صح؟ الجين هنا كان بوستيف الجين هنا بقى ايه؟ بقى نيجاتيف. هل ده ممكن يعمل مشكلة في الفيدباك لوب؟ ان الجين كان بوستيف بقى نيجاتيف؟ ماشي ده يخلي الفيدباك يقلب مش هقطع لو انا عامل لو انا عامل اللوب دي نيجاتيف فيدباك لوب ده المفروض يعني فده معناه ان انا المفروض ان الجيم حاجه معينه، لو الجيم ده قلل النشاط بتاعته معناه ان السيستم ده لو عملنا في الفيدباك تحول الى ايه؟ الى بوستيف فيدباك، وبالتالي ذيس از ايه؟ ذيس از ا هي نفس المشكله الحقيقه اللي الدكتور بيقولها دي سافير سيميلر عند الزيرو دي زي الباي دي اللوب يعرف منين انا عند النقطه دي ولا عند النقطه دي؟ يعني هل الفيس بالبوستيف انت حوالين زيرو هل الفيس بوستيف ولا الفيس نيجاتيف؟ الاثنين بيديني يا جماعه بيديني نفس الفولتج صح ده اللي يعرفني الفيز اللي جاي بيتو فايت كده الجو ده بوستيف ولا ايه اللي يعرفني هو الفولتج اللي طالع صح فالفولتج هنا طالع تقريبا زي ما احنا بالظبط صح ذيس از هابينج اراوند ايه اراوند زي عشان كده برضه الزيرو في ايه مشكله المفروض بقى ان انا هاخد الطريق فين حوالين الباي اوفر 2 هل هنا الفرق في الفيز كبر او صغر هيديني نفس الحل؟ لو الفيس ده بيكبر الفولتج بيزيد لو الفيس بيقل الباي اوفر 2 الفولتج بيحصل في ايه؟ بيقل ذيس از ا جود يعني ايه اوبريتنج رينج اوبريتنج ريجن ان احنا اوبريت في نص اللينيا رينج انا عندي النص هنا هو ده حوالين الايه؟ سو جود ان انا اوبريت في الاطراف بتاعت اللينيا رينج اللي ممكن زي النقطه دي نشوف النقطه دي النقطه دي يحصل ان الدنيا يقلب وبالتالي يغير الفيدباك لوب او يغير الايه؟ النيجاتيف فيدباك اللي هتيجي بوزيتيف طبعا لو كان بقى الفيس بيكتو ده ليا من زيرو تو باي خلاص مفيش ايه؟ مفيش مشكله. وانا لو كان يعني انا مش عارف يعني باي على اثنين ولا اثنين باي على اثنين يعني في اربع ايام عندي مش عارف لا مش المفروض الفيس بقى يغير كل التغيرات دي؟ مش المفروض الفيس هي بتتكلم عن زيرو يعني ممكن فرق الفيس ده لو مش عايز فرق الفيس يبقى يا اما باي اوفر 2 يا اما ماينس باي اوفر 2 فرق خالص. المفروض ان الايرو ده يبقى حاجه صغيره. الايرو ده ممكن يتغير بس سمول تشينج ما ينفعش يتغير بره. اوكي؟ اصل احنا لو مش هنبقى عارفين هعرف منين هي اوكي دي
دي حاجه ثانيه اسمها ايه الستارتنج كونديشنز لحد الثالث ده سؤال محتاج يجاوب عليه في الكلام ده بس انا مفترض في الاول خالص ان التو سيجنالز دول مش بعيد قوي عن بعض دي اتس ا بروبلم اوف ستارتنج كونديشن لحد الثالث الوقت بتاع الوان يبدأ يظهر. لكن
قسمنا على دول اللي كان الافريج يعني التو سيجنال فيهم نفس الفريكونسي كان الافريج هو بيدل على طول على ايه؟ على فرق الفيز صح؟ كل ما فرق الفيز يزيد الافريج يزيد دلوقتي لو بقى في كمان فرق الفريكونسي هتعرف تقول الافريج كام؟ بس لو قسمنا دي ديفرنشال زي الحاله اللي عملناها في الشيت يعني في بلس وماينس الافريج يزيد on the average نص الوقت 1 ونص الوقت 2 يزيد او 0 و 1 يبقى الافريج دي على 2 هل ده هيبقى مع اختلاف الفريكوينسيز يعني ايه التو فريكوينسيز دول او اكس 2 دي زادت شويه او قلت شويه هل هيبقى حاجه هنا خالص اكس 1 دي اكس 1 دي على طول هتطلع بالشكل ده اللي هو ايه نص الوقت 1 ونص الوقت ايه يزيد هيطلع لي الافريج على طول بصفر انا كده قدرت افهم ما بين اكس 1 واكس 2 لا this phase detector will not detect the value of A the two signals it only detects the value of A but the two signals do match the frequency exactly same frequency only this shift لو كان كمان دي فرق الفريكوانسي وعرفت في مسألة الشيء اللي هو بيقولها بعد كده ازاي كمان بتتك بفرق الفريكوانسي دي حاجة بس بنسميها ايه ساعة الفريكوانسي فريكوانسي detector الفيز detector ده بيتك الفيز في كمان حاجة اسمها فريكوانسي detector ده بيتك XOR can only be a phase detector from the frequency. That's not one of the frequency. Wait, that's a slide. That's a check the signals in the map and the system. The local mission that I'm going to have a summary. يعني انا اقول البي سي او يبقى فيري سلو